ما يعيش على قطاس البحري ما يجهز جوج المليون ديال السكينه. رقم مهم ولكن حنا كنطرحوا باش هذا الرقم هذا يطلع ويخدم لنا مجموعه ديال السكينه ديالو ويلعب الدور ديالو كما يجب داخل النسيج الاقتصادي المغربي. دونك بالنسبه للموانئ ديال الصيد البحري، الموانئ ديال الصيد ماشي موانئ اخرى، عندنا موانئ عسكريه وتجاريه. موانئ ديال الصيد كاين 22 بناء الساعه 4.16 على المحطه الطاسي، وكاين ما يسمى بنقط تفريغ مجهزه لذاك القطاع الصيد التقليدي في محاوله الرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي ديال البحار، خاصه بحار الصيد التقليدي. عندنا 40 نقطه تفريغ مجهزه، على اساس ان انتم كتعرفوا بان المغرب او لا خصكم تعرفوا بان المغرب فيه 150 مركز ديال الصيد، 150 مركز كتصيد بواحد الطريقه اللي هي غير منظمه. المغرب خف واحد السياسه ديال تاهيل هذا القطاع، بنا 40 نقطه تفريغ مجهزه في هذا القطاع الصيد التقليدي، على اساس ان 150 كلها غادي تتبنى بتجهيزات ديال الصيد التقليدي. بالنسبه للانواع ديال الصيد اللي كاينه في المغرب، الصيد التقليدي والصيد الساحلي والصيد الاعلي البحر معروف هذه المساله هذه. بعض المؤسسات اللي تابعه قطاع الصيد البحري كاين ما يسمى بالمكتب الوطني للصيد، مثل المكتب الوطني للصيد ديال لوخا اسواق. الاسواق راه عنده واحد النظام خاص به، راه ماشي غير داكشي بتاع القعشو، راه كاين نظام، كاين ناس مختصين في هذا الميدان، كاين يسمى بمعهد وطني لبحث الصيد البحري. هذا المعهد هو اللي عنده مجموعه ديال المراكب ديال البحث اللي كيدير البحوث ديالو على الساحل المغربي. هو اللي كيقول لك الراحه البيولوجيه فوق خصها تكون، هو اللي تيقول لك هذا النوع ديال الحوت راه القارب غادي القارب خصنا نحافظوا عليه، هو اللي تيقول بان هذا الميليو ما قبل الوسط البحر متدمر خصنا نديروا له مجموعه ديال الاجراءات. هو راه عنده مجموعه ديال المراكب، واخيرا جا واحد المركب اللي فيه اخر تجهيزات ديال البحث العلمي في قطاع الصيد البحري في اطار ما يسمى بالتعاون المغربي. كاين ما يسمى إدارة استغلال الوكالة الوطنية للموانئ، راه هي الله يبي راه كاينة في جميع الموانئ، هي اللي كتهتم ببناء الموانئ والنظافة ديال الموانئ وكذلك التجهيزات اللي كاينة داخل الموانئ. البحرية الملكية والدرك الملكي أنتم عارفين الدور ديالو شنو هو، كذلك المندوبية ديال الصيد البحري اللي كتطبق السياسة ديال الوزارة وهي اللي كتنظم القطاع، وكاين غرف الصيد المؤسسات ديال التكوين. المغرب الحمد لله حنا عندنا 14 مؤسسة، يعني هذا في الحقيقة راه فخر للمملكة باعتبار أن جميع السواحل المغربية هي فيها كتلقى فيها إما مركز التأهيل المهني ولا معهد تقنص البحرين بالعرائش، معهد بالعرائش لا بالعرائش راه عندنا معهد ديال التكنولوجيا الصيد البحري. دونك 14 مؤسسة، كاين معهد عالي للصيد البحري في أكادير، خمسة ديال المعاهد ديال الصيد البحري، وكاين 8 ديال المراكز للتأهيل المهني البحري. بعض الموارد البحرية الرئيسية انتم راه كتعرفوها لأنكم كاين ما يسمى بالاسماك، اسماك سطحية صغيرة، كاين المرجان، كاين البحاري، كاين الروبيان، كاين الاخطبوط، كاين القرش، كاين السمكة بوسيف، كاين التونة الحمراء. هذه مجموعة ديال الموارد البحرية اللي بعض منها كتعرف مجموعة ديال المشاكل، غادي نشوفوا شنو هي المشاكل اللي كتعرفها القطاع ديال الصيد. هذه بعض التقنية ديال الصيد، كاين ما يسمى بالخيط والصنارة، كاين ما يسمى بالشباك الهائمة، كاين شباك التدليق، كاين شباك الجر الوقاعية، كاين شباك ثلاثية مزدوجة العيون، وكاين ما يسمى بفخاخ الأقفاص. التنوع البيولوجي هو اللي مهم عندنا، شنو هو التنوع البيولوجي؟ الله سبحانه وتعالى خلق لنا الكرة الأرضية وخلق فيها تنوع، ما كاينش نوع واحد نباتي مثلا ولا حيواني، كاين مجموعة ديال الانواع. اذا التنوع البيولوجي هو الاختلاف الكمي والنوعي لمظاهر الحياه على وجه الارض، وهذا الاختلاف خصنا نحافظوا عليه. دابا الاختلاف بدا كيوقع فيه واحد الخلل في التوازن. الله سبحانه وتعالى لما خلق الكره الارضيه هذا الاختلاف بهذا التنوع البيولوجي اختاروا واحد النظام اللي هو دقيق، وبالتالي الانسان اللي كيتدخل بشكل اللي هو سلبي ملي كيوقع واحد الخلل واحد لا توازن كيخلق لنا مجموعه ديال الاختلالات في الكره الارضيه في الكوكب اللي كنعيشوا فيه. اذا التنوع البيولوجي بين 1996 98 المغرب شرح تقييم الثروه البيولوجيه، وذلك بالاستعانه بخدمات برنامج الامم المتحده للبيئه، ولقينا بان كاين 7825 نوع، 7825 نوع، راه فيها اشكال حيوانيه ونباتيه، 7136 اشكال حيوانيه و689 هي اشكال
انواع نباتيه. دونك اهميه ديال التنوع البيولوجي في كيتجلى في المنظومه الحيه في شموليه في مقدمه خدمات المنميه البشريه، من بينها الخدمات المساهمه في الامن الغذائي. انتم كتعرفوا بان الثروات السمكيه ولا الثروات الغابويه راه كتلعب دور مهم في ما يسمى بالامن الغذائي، ضمان مردوديه نسبيه للقاره للعامله مهمه، امتصاص وتحليل النفايات ومساهمه تخصيب البحار والمحيطات، وكذلك اعاده التطهير للمياه. الخدمات اللي تقدمها التنوع البيولوجي 40% من التركيب الضوئي العالمي مقدم من طرف الحياة المجهرية، وكاين 60% من الأدوية المشتقة من النباتات. 35 مليون شخص يعيشون من الصيد في العالم، و200 مليون فرصة عمل مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالصيد. 520 مليون شخص مرتبطة ماديا بالصيد، وكاين 16% من البروتينات العالمية مستخلصة من منتجات الصيد. 22 مليار دولار رقم معاملات سنوية نشاط الصيد، وكيعتبر منتوج الصيد مصدر بروتين الوحيد لمليار من ساكنة العالم. ولكن كيعرفوا مجموعة ديال المشاكل ومجموعة ديال الصعوبات، ما يجاوز 80% من المخزون السمكي البحري العالمي يعد مفرط من الاستغناء. 80% ديال المخزون العالمي راه هو كيتسمى صيد مفرط، وذلك حسب منظمة الأمم المتحدة أو منظمة الغذاء والزراعة التابعة للمنظمة الأمم المتحدة. رقم اللي هو خطر كبير، ماشي صغير. انخفاض بنسبه 11% من الكتله الحيه المخزون الاسماك مقارنه ب 1977، انخفاض معدل الحجم الاقصى للاسماك المصطاده 22%. 25 فقط من المخزون كيعتبر جيده او نسبيا، في حين ان 60% من هذا المخزون كتعتبر في حاله جد مزريه. اندثار انواع مؤثره تفوق الاندثار الطبيعي 1000 مره. انخفاض كمية البلانكتون النباتي، هذوك الأعشاب اللي كياكل منها الحوت 1% سنويا، وهذا التراجع هذا ب 40% منذ 1950. 16306 نوع مهددة بالانقراض، 765 مؤهلة للانقراض، و85 نوع انقرضت. دونك راه انتم عارفين ان البيئة ديالنا راه غادية في واحد الدمار اللي هو كبير بزاف. 5000 نوع من كل القرن مؤهلة للانقراض، 360 نوع من الفقريات تم إحصاؤها وقد انقرضت في العراق خلال القرن العشرين. إذا المحافظة على التنوع البيولوجي مسألة حتمية ومسؤولية تاريخية كتفرضها اللحظة. كاين توقعات ديال التنوع البيولوجي، راه الكل يراهن، ماشي الكل يراهن، والكل يقول على أن 2050 هي غتكون كارثة بيئية. أنا درت واحد الدراسة يعني معمقة في المجال هذا، يعني في مجال ديال الصيد البحري، العلماء يقولون على أن 2050 ما تبقى حتى شي حتى في البحر، ما تبقى حتى شي حتى في البحر. إلا بقينا غاديين على هذا الاستغلال، بقينا غاديين على هذا يعني الطرق ديال الصيد اللي هي غير قانونية إلى آخره. وربما لو درت عملية حسابية نقدروا نوصلوا لهذه المسألة هذه، الله يسهل. لكن نتمنوا ما نوصلوش للمسألة هذه. على هذا المجموعة ديال الدول كدير باسم المخططات للحفاظ على الثروات البيئية بصفة عامة، والمغرب بالنسبة للمخطط اللي يدير في قطاع الصيد البحري شنو هو؟ مخطط اليوتيس. اليوتيس، مخطط اللي عرفتوه مخطط اليوتيس. راه سالا دابا كنتسناو غير النتائج ان شاء الله الرحمن الرحيم، على اساس باش يبدا مخطط اخر للحفاظ على الثروات البحرية اللي كنعتبروها ثروة وطنية للمغاربة اجماعين يجب الحفاظ عليهم. ما غاديش نعطي باش نخلي المياه. كاين مشكل ديال التلوث، راه هضر عليه السي حسن. دابا البحار ولات كتعتبر مزبلة العالم، البحار يسمونها مزبلة العالم، الكل يكون كيصب في البحر، المعامل، الفلاحة، البحارة، سميتو المدن كلها تصب في البحار. اذا البحار هذا البيئات البحريه كي غادي تولي، والموارد البحريه واش غتعيش؟ ما تبقاش عايشه بسبب التلوث. دونك بعض المشاكل اللي كيعيشها قطاع الصيد البحري هضر عليها السي حسان، الصيد المفرط كنصيدوه بلا ما نفكروا الاجيال الجايه، الصيد في المناطق المحظوره، كاين بعض المناطق اللي كتمنعها الاداره اللي حنا كنمشيو نصيدوا فيها، عدم احترام الراحه البيولوجيه. انتم كتعرفوا الاهميه ديال
ديال الراحه البيولوجيه في في الزياده في الموارد البحريه وتلوث المياه راه هضرنا عليها. بعض الحلول المقترحه يجب احترام الراحه البيولوجيه، انشاء ما يسمى بالمحميات البحريه ووضع الشعاب الاصطناعيه في 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 البحر. خطر البلاستيك خطر البلاستيك المشكلة ديال البلاستيك راه هضرنا عليها سياحة بعد الإصلي على أن البلاستيك ربع الأنواع كتبقى إلى 450 سنة. تصور أن البلاستيك يبقى 450 سنة في البحر، أش غادي يدير؟ غادي يدمر لك البيئة البحرية. كاين واحد الرقم اللي هو مهم، نحو 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكيه سنويا اللي كتلاح في البحر، وهي تسبب في اختناق المجاري المائيه وتلحق الضرر بالمجتمعات المحليه تعتمد على صيد الاسماك، كتقتل السلاحف. انتم كتعرفوا الدور ديال السلاحف الكبيره، ما عرفتش الناس اللي كتخرج للبحر واش عمر طلعت لهم شي سلاحفات كبيره. راه بعض البحر كتطلع لهم ديك السلاحفات الكبيره، لانه ما خصهاش خصنا هذيك خصنا نحميوها. انا قاش هذاك واحد الحيوان اللي كيلعب دور مهم في المحافظه على البيئه البحريه. لو كتقتل السلاحف، كتقتل الطيور، كتقتل الحيتان والدلافين، وتجد الطريقه الاكثر مناطق النائيه من الكوكب على امتداد السلسله الغذائيه التي نعتمد عليها في نهايه المطاف. ما غاديش نعطي بعض الصور، هذه الصور حقيقيه للبيئه التي نعيش فيها. خاصه البيئه الانسان يحاول يدمر البيئه اللي كيعيش فيها. هذه الصور اللي هي حقيقيه، هذه حتى الانسان اللي كيمشي للشاطئ مثلا كيروح للزبده وحاجه كنعدلها كيكون هذيك المدن والجزر راه كيرجع كل شيء للبحر كيأثر على البيئه البحريه. هذه الصوره اللي هي من القاع ديال البحر، شوف البيئه البحريه اللي كيمشي للناس، كلها بلاستيك، كلها قارورات، كلها ديكانات. هذه على الشاطئ، هذا الشيء كلشي اللي غادي يدخل للبحر. المشكل ديال البلاستيك راه مشكل اللي هو كبير، يعني هذه سلحفات اللي كانت تاكل البلاستيك كيسحبها بانه راه هذاك الاكوابيبا اللي كانت قديمه سميتو، ولكن يمشي اكوابيبا ولكن راه هي البلاستيك راه يا اما تتخنق عاد تموت ولا تمشي للوالده ما غاديش تولد. هذه بعض الحيوانات اللي خرجت في الشواطئ ديالنا. لما لا دورات تخصيصيه سواء بالنسبه للجمعيات ديال المجتمع المدني كما كدير الجمعيات، حنا الحمد لله كنديروا في جميع الدول المتقدمه لحماية البيئة ديالنا. حنا بغينا نشوفوا البيئة البحرية ديالنا تكون بهذه الصور.